أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري نقدمه لكم من قناة زومسا تيفي. حاول عدد من المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء ليلة أمس الأربعاء احتلال مسكن خاص بأحد الإقامات، إقامة حي العرفان بمدينة طنجة، ما أثار غضب الساكنة التي حاولت منع المهاجرين الأفارقة من الانتقال إلى المسكن الذي يحتوي معدات خاصة، الأمر الذي خلق توترا كبيرا امتد إلى الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس. وضع رشيد الطالبي العالمي ملف ترشيحه لرئاسة المجلس البلدي لتطوان في اللحظات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، قبل نحو نصف ساعة تقريبا من انتهاء المدة القانونية لوضع الملفات، وهو ما دفع إلى تشكيل تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال في مدينة تطوان من أجل تشكيل المجلس الجماعي الجديد برئاسة محمد إدعمار الرئيس السابق للمجلس. انطلقت عملية التسجيل النهائي للطلبة الجدد بكلية العلوم بتطوان بعد التسجيل القبلي على الموقع الإلكتروني للكلية التي حددت مدة أسبوع كحد أقصى لاستقبال الملفات، وكذلك لاختيار الشعبة المناسبة لمؤهلة الطلبة على غرار باقي الكليات التابعة لجامعة عبد الملك السعدي بتطوان. أصدرت وزارة الصحة مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية الذي أثار الإعلان عنها الكثير من الجدل سابقاً بين صفوف الأطباء والممرضين، نظراً لما تضمنته من إشارة إلى خدمة إجبارية في المناطق النائية. وقد أكدت المسودة أن الخدمة واجب وطني يقتضي القيام بمزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للسلطة الحكومية لمدة سنتين متتاليتين. المسودة المكونة من 22 مادة والصادرة أمس الأربعاء تنص على أن الخدمة الوطنية لا تضمن حق الترسيم في أطر الإدارة. رياضيا، عبر عبد الحق بن شيخة مدرب فريق اتحاد طنجة عن ارتياحه لطريقة لعب الفريق وعن رغبته لإسعاد جماهير الهيركوليس الذي وصفه بالرقم واحد، وناشد الجماهير بمساندة فارس البغاز والالتزام بالدعم الحضاري للفريق، كما أكد أنه لن يدخر جهدا لجعل فارس البغاز يلعب في أدوار طلائعية. نستمع لتصريح عبد الحق بن شيخة. الحمد لله، انا لا جو سوي تري كونتون لا جيستيون دي ريزولتا لا جيستيون دي ماتش تاع اللاعبين. عندي بون دو توش دائما الناس اللي تدخل هي تربحني لي ماتش، وهذه شهاده. شوفوا لي ماتش كامل اللي يدخلوا هما اللي يجيبوا لي، وهذه مهمه عندنا. عندنا ديفيسيال نظاف، ما عندنا لاعبين مسخين، ما عندنا لاعبين تاع سهرات، ما عندنا كذا، الحمد لله. وهذه هي القوه ديالنا. دابا مازال مشوار طويل، ربي سهل لنا باش نفرحوا المدينه هذه ونفرحوا هذا الجمهور. يشد فريق المغرب التطواني الرحال اليوم الى جمهوريه الكونغو لمواجهه فريق مازيمبي ضمن منافسات الجوله السادسه والاخيره من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وهي المواجهه الحاسمه التي ستجرى يوم السبت المقبل على الساعه 3:30 زوالا. فريق الحمام البيضاء الذي يتوجه الى الكونغو في طائره خاصه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المضيفة لنيل بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي أبطال إفريقيا. نهاية الموجز في أمان الله.